تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. إذا العبارة الأولى، تكون أهمية المكان حسب أهمية الحدث الذي وقع فيه. معنى أهمية المكان ترتبط بأهمية الحدث. أحسنتم، صحيح. كلما كان الحدث مهم كان المكان مهم. ثانيا، لكل حدث زمان ومكان معين. للحدث لديه زمان ولديه مكان معين لكل حدث. أحسنتم، صحيح. نواصل، تصنف الأحداث إلى أحداث وطنية ودينية فقط. تصنف الأحداث إلى أحداث وطنية ودينية فقط. جيد، خطأ. تصنف الأحداث إلى أحداث وطنية، دينية، كذلك اجتماعية وشخصية. الزمان هو الفترة الزمنية الممتدة من الماضي إلى الحاضر. تعريف الزمان هو الفترة الزمنية الممتدة من الماضي إلى الحاضر. جيد، صحيح. إذا الزمان هو فيه الماضي وكذلك فيه الحاضر. نراجع، تكون أهمية المكان حسب أهمية الحدث الذي وقع فيه. لكل حدث زمن ومكان معين. تصنف الأحداث إلى أحداث اجتماعية، شخصية، وطنية ودينية. وطنية ودينية فقط خطأ. وتعريف الزمان هو الفترة الزمنية الممتدة من الماضي إلى الحاضر. التمرين الثاني، أكمل الفراغ بما يناسبه من المفردات التالية. لدينا مفردات الرسم، الثانية، المدرسة، الأولي، التاريخ والجغرافيا والماضية. مفردات ولدينا فراغ. إذن أكمل الفراغ بالكلمات التالية أو المفردات التالية. نقرأ الفقرة، تعتبر الصورة التذكارية مع زملاء التلاميذ في لما كنت في السنة أفضل ذكرى أحتفظ بها. وأما أحسن علامة اختبار حصلت عليها فكانت في مادتي للفصل من السنة. بينما أهم حدث هذه السنة هو بداية دراسة مادتان. إذا نملك الفراغ، تعتبر الصورة التذكارية مع زملاء التلاميذ في. إذا أخذ صورة تذكارية مع التلاميذ، مع زملاء التلاميذ. أين؟ أحسنتم، في المدرسة. لما كنت في السنة، كنت في الماضي. لما كنت في السنة، أحسنتم، السنة الثانية، نتحدث عن الماضي، السنة الثانية. أفضل ذكرى أحتفظ بها. وأما أحسن علامة اختبار حصلت عليها، دائما أتحدث عن الماضي في السنة الثانية، فكانت في مادتي. هل مادة الرسم أم مادة التاريخ والجغرافيا؟ لدينا مادة الرسم، التاريخ والجغرافيا. أنا أدرس في السنة الثانية. جيد، مادة الرسم في السنة الثانية، لم أدرس مادة التاريخ والجغرافيا. للفصل، أحسنتم، للفصل الأولي من السنة، السنة الثانية، كنت أدرس في السنة الثانية. جيد، من السنة الماضية. بينما أهم حدث هذه السنة، الآن أتحدث عن الحاضر، في الحاضر، هذه السنة أدرس السنة الثالثة. بينما أهم حدث هذه السنة هو بداية دراسة مادتي، مادة أدرس هذه السنة، المواد التي أدرسها جديدة. أحسنتم، التاريخ والجغرافيا. إذا نراجع الفقرة، تعتبر الصورة التذكارية مع زملاء التلاميذ في المدرسة لما كنت في السنة الثانية أفضل ذكرى أحتفظ بها. وأما أحسن علامة اختبار حصلت عليها فكانت في مادة الرسم للفصل الأول من السنة الماضية. إذا في السنة الثانية لدينا أحداث
أخذت الصوت التذكارية حدث في الماضي. تحصلت على أحسن علامة اختبار في مادة الرسم كان في حدث في الماضي. بينما أهم حدث هذه السنة هو بداية دراستي مادة الجغرافيا حدث في الحاضر. لدينا أحداث وقعت لي في الماضي وحدث وقع لي في الحاضر. نواصل. التمرين الثالث، رتب الأحداث التالية على الخط الزمني. لدينا خط زمني ولدي أحداث، أرتب هذه الأحداث على الخط الزمني. الأحداث هما عاشوراء، عيد الأضحى، صوم شهر رمضان، عيد الفطر. إذا نكتب تواريخ هذه الأحداث، عاشوراء جيد يوم 10 محرم، عاشوراء تأتي في يوم 10 محرم. عيد الأضحى أحسنتم 10 ذي الحجة، شهر رمضان جيد أول رمضان، عيد الفطر جيد أول شوال. إذا كتبنا تواريخ الأحداث، عاشوراء في 10 محرم، عيد الأضحى 10 ذي الحجة، رمضان أول رمضان، وعيد الفطر أول شوال. إذا ما هو الحدث الأول؟ أحسنتم، هو 10 محرم، شهر محرم. إذا الحدث هو عاشوراء، نكتب يليه. من هو الأول، رمضان، شوال أم ذي الحجة؟ أحسنتم، رمضان. إذن صوم شهر رمضان هو الحدث الثاني، صوم شهر رمضان. يلي الحدث الثالث، هل ذي الحجة أم شوال؟ مباشرة بعد رمضان يأتي عيد الفطر، أحسنتم، عيد الفطر. ورابعا الحدث الأخير هو عيد الأضحى. إذا رتبنا الأحداث، عاشوراء هي الأول، صوم شهر رمضان يليه عيد الفطر، ثم عيد الأضحى. الأحداث مرتبة على الخط الزمني. التمرين الرابع والأخير، صنف الأحداث في الجدول. دائما مع الأحداث، عيد الأضحى، عيد الفطر، يوم ختاني، عيد الشجرة، زواج العم، عيد النصر، تسلم جائزة. في الجدول لدينا حدث شخصي، حدث ديني، حدث اجتماعي، وحدث وطني. أنواع الأحداث، هنا لدينا الأحداث، عيد الأضحى يخص كل المسلمين، إذا نقول أنه حدث ديني. عيد الأضحى حدث ديني يخص كل المسلمين. نواصل. عيد الفطر كذلك يخص كل المسلمين، يحتفلون بعيد الفطر، إذا نقول أنه حدث ديني. نواصل. يوم ختاني أنا، ختاني أنا، إذا يخصني أنا، حدث جيد، حدث شخصي، يوم ختاني حدث شخصي. نواصل. عيد الشجرة يحتفل به أو يخص كل الجزائريين، إذا كل الوطن، نقول أنه حدث وطني، عيد الشجرة حدث وطني. زواج العم هل هو حدث شخصي؟ زواج العم لست أنا، زواج العم هل هو حدث وطني كل الجزائريين؟ لا. هل يخص كل المسلمين؟ كذلك لا. إذا زواج العم حدث اجتماعي، زواج العم حدث اجتماعي. عيد النصر كذلك عيد يخص كل الجزائريين، عيد، أحسنتم، عيد وطني، عيد النصر عيد وطني.
وأخيرا لدينا تسلم جائزة، تسلمت جائزة، حدث يخصني أنا. جيد، إذن نقول أنه حدث شخصي. تسلم جائزة حدث شخصي. إذن نراجع، أحداث شخصية التي تخصني، تخصني شخصيا، يوم ختاني تسلمي جائزة، عيد الأضحى وعيد الفطر حدث ديني، زواج العم حدث اجتماعي، وحدث وطني لدينا عيد الشجرة وعيد النصر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.